برحب بالاستاذ باسم حلقه نقيب السياحيين وبدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحه والاثار للتحول الرقمي. استاذ باسم، دكتور خالد، مساء الخير، اهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا. انا اسف الحقيقه للاطاله على حضراتكم، ولكن حبينا ان احنا ندي للساده المشاهدين يعني نظره عامه لما تم كده في ارقام السائحين القادمين لمصر في العشر سنين اللي فاتوا. اسمح لي دكتور خالد ابدا مع حضرتك واستاذن الاستاذ باسم. اولا، شايف ازاي التطور ده دكتور خالد؟ هو الحقيقه تطور طبيعي للمجهودات، او يعني نتيجه طبيعيه للمجهودات اللي تمت في الفتره اللي فاتت من اجل تحسين مصر كمقصد سياحي، سواء من اماكن الاقامه، الفنادق، كراسي الطيران القادمه الى مصر، وكذلك طبعا ساهم بشكل كبير تخفيض قيمه الجنيه امام العملات الاخرى، في انه مصر تبقى مقصد سياحي مغري بالنسبه لحركه السياحه العالميه بشكل عام. يعني هذا التطور اللي حصل ووصلنا تقريبا للطاقه القصوى للسياحه في مصر ليس بالنسبه لنا هو نهايه المطاف، ولكن احنا طموحاتنا كما اعلنت اكثر من مره من معالي وزير السياحه الاستاذ احمد عيسى بتستهدف يمكن ضعف هذه الارقام وضعف هذه الاهداف يعني ممكن نكون سقفنا او مش سقفنا، هدفنا الاول يعني مبدئيا حوالي 30 مليون سائح. ده اللي اعلن من دوله رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير السياحه في اكثر من مره، ان احنا بنستهدف 30 مليون سائح يعني في على عام 2028 ان شاء الله. طب الى اي مدى حضرتك شايف ان احنا ماشيين في الخط ده؟ ماشيين بخطى ثابته، استراتيجيه الوزاره اللي اعلنها الوزير في نوفمبر الماضي حددت 3 اتجاهات استراتيجيه لتحقيقها بحيث ان احنا نوصل الى هذه الاهداف. الهدف الاستراتيجي الاول هو زياده مقاعد الطيران القادمه الى مصر، وده مهم جدا. يعني اذا ما كانش هذه المقاعد هتقدر تنقل لنا 30 مليون سائح على 2028 يبقى مش هنحقق الهدف بتاعنا. ثاني حاجه، تشجيع الاستثمار في الخدمات الفندقيه والمنشات الفندقيه بحيث ان احنا نضاعف عدد الغرف. أكيد. احنا النهارده عندنا حوالي 220 الف غرفه فندقيه موجوده في مصر، زي ما قلنا هي دي بتوصلنا الى الطاقه القصوى اللي هي زي ما حضرتك قلت حوالي 15 مليون سائح، فاحنا بحسبه بسيطه جدا محتاجين نضاعف هذا العدد، يعني محتاجين 220 غرفه 220 الف غرفه فندقيه اخرى في غضون السنوات القليله القادمه. وثالث هدف استراتيجي هو تحسين تجربه السائح في جميع مزاراته السياحيه، سواء سياحه ثقافيه للاماكن السياحيه، الاماكن الاثريه والمعابد والمتاحف، او في الاماكن السياحيه الشاطئيه على حسب ما بيرتادها السائح. فدول 3 محاور استراتيجيه لتحقيق الاهداف بتاعتنا. طب اسمعني دكتور خالد، هرجع لحضرتك في جزئيه مهمه جدا، فكره التسهيل على السائح، يقدر بسهوله يقدر ياخد التيكت بتاعته، يحجز تذكرته، يقدر يدخل المكان اللي هو عايز يزوره بسهوله وبيسر، يستمتع ويخرج ويروح الفندق بتاعه وهو سعيد. ازاي نقدر نحقق ده؟ هرجع لحضرتك فيه، واساسا حضرتك بس نشرك معانا في الحوار استاذ باسم حلقه نقيب السياحيين. استاذ باسم، يعني اكيد اكيد حضراتكم وخصوصا كمان قطاع المرشدين السياحيين من اسعد الناس بالارقام الخاصه بزياده اعداد السائحين. اكيد طبعا، عايز اقول يمكن القطاع السياحي في مصر ماشي بخطى تدريجيه نحو تحقيق الهدف او الطموح اللي بنطمح فيه، ان احنا نحقق 30 مليون سائح. طبعا عشان نوصل لهذا الرقم بشكل عملي لابد ان يكون في آليات وأدوات نشتغل عليها. الحقيقة في جهد كبير جدا مبذول من الدولة المصرية بإعادة تنظيم وترتيب الأماكن الأثرية والسياحية في مصر. احنا بنشوف النهاردة الممشى السياحي بقى موجود، بنشوف وسائل الانتقالات وتسهيلها، بنشوف الطرق الجديدة العالمية الجديدة مثلا تربط ما بين المدن السياحية. دي بقى بنت مهم جدا، لانه احنا بنزود دلوقتي المدن السياحيه اللي موجوده، يعني عندنا العلمين الجديده، وحضرتك شايف العرس والاحتفال الكبير اللي موجود حاليا في هذه المدينه، وتعود لها حياه ليس فقط لفتره الصيف فقط، ولكن هي مدينه تعمل طوال العام.
ايضا بنشوف يعني التطوير اللي بيتم في سانت كاترين في منطقة التجلي الأعظم، بنشوف تطوير في جبل الجلالة، بنشوف مظبوط. يعني حاجات كتيرة الحقيقة، وبنشوف كمان الممشى الخاص بالأقصر في طريق الكباش، بنشوف المتاحف اللي بدأت يتم افتتاحها حاليا. كل ده بنعيد رسم ملامح مصر السياحية بشكل جديد غير الشكل التقليدي السابق. طيب خليني مصر أسأل يمكن حضرتك سؤال عكسي بيقول في أستاذ باسم، إيه ممكن اللي بيصعب علينا أو يعني بيكون عائق أو تحدي أمام تحقيق سقف ال 30 مليون سائح، بغض النظر بقى عن فكرة الغرف الفندقية وإن إحنا محتاجين نضاعف منشآتنا الفندقية، ما دون ذلك يعني برأي حضرتك إيه اللي ممكن يعيق الهدف ده؟ بداية الوعي السياحي عند كتير من المصريين، طبعا لابد ان هو يبقى في حسن تعامل مع السائح عشان نقدر نكرر الزيارة بتاعته اكتر من مرة. الجزء الثاني يمكن حركة الطيران مهمة جدا وزيادتها، ويمكن المطارات الجديدة اللي تم افتتاحها وأهمها في رأيي مطار سفنكس الدولي، طبعا وإنه يشتغل جنبا إلى جنب مع مطار القاهرة الدولي مطار ويستقبل العلمين، رحلات الطيارات الشاطئ، بقى وهو تنزل على بالفعل العلمين تم على طول تشغيله دلوقتي. بالظبط، وغيرها من المطارات. الحقيقة الدولة شغالة بسرعة كبيرة جدا، احنا نفسنا في القطاع السياحي لم نكن نتوقع ان يعني نسير بهذه السرعة، وبالتالي يمكن احنا كمان عندنا يعني بجانب مضاعفة الغرف الفندقية عشان نقدر نستوعب اعداد اكبر يقيموا فيها. يعني انا في رأيي الشخصي ان احنا عندنا ثروة عقارية كبيرة جدا في مصر عند المواطنين، وكثير من العمارات اللي مغلقة وغير مستخدمة شاليهات احنا نقدر الساحل نستحدث الشمالي اللي شيء ممكن يعني تستخدم في كإدارة السياحة خاصة مثلا طول السنة في الساحل الشمالي مثلا في جنب العلمين. مثلا، بس انا بتكلم كمان تحديدا على العمارات السكنية تمام. اللي مغلقة ولم يتم الاستفادة منها، ودي استثمارات الحقيقة معلقة. فلو وزارة السياحة عملت إدارة متخصصة للتشغيل، واحنا بنشوف ده تتحول إلى شقق فندقية صح. ويتم الترخيص ليها من وزارة السياحة، ويبقى فايدة تعم يعني ثلاثية مع طبعا وزارة السياحة من ناحية وكدولة، وبنفس الوقت المواطن تمام. نفسه بدأ يستفيد ويستثمر هذه الغرف اللي مغلقة، وفي نفس الوقت احنا استفدنا في القطاع السياحي في زيادة عدد الغرف الاستيعابية لهذه الأعداد صحيح. المتوقعة. طيب بنضيف على ده كمان لابد ان احنا نفعل هيئة التنشيط السياحي الإقليمي في كل محافظة، احنا عارفين ان كل محافظة في مصر عندها عيد قومي، فنقدر من مظبوط خلال عمل احتفالات وكرنفالات في كويس. مواعيد هذه الأعياد القومية، ونقدر نشتغل عليها في السياحة، وهتبقى عنصر جاذب للحركة السياحية لمصر. افكار طبعا رائعه طبعا استاذ باسم، يعني واهل مكه ادرى بشعابها، فطبعا انتوا اللي عارفين ايه اللي يجيب السائح. فاسمح لي انتقل لدكتور خالد شريف مره تانية، مساعد وزير السياحه والاثار للتحول الرقمي. دكتور خالد، حضرتك قلت من واحد من اهم المحاور كان المحور الثالث وانا ما كنتش ناسي فكره التحول الرقمي، او ان انا اسهل على السائح زيارته. دلوقتي بقينا نشوف في تحول في مساله حجز التذاكر، ويقدر ان هو السائح وهو قاعد في الفندق او حتى قبل ما يجي مصر يقدر يحجز زيارات ويحجز التذاكر بتاعت الدخول. ارجو حضرتك تقول لنا شغالين في المحور ده ازاي؟ احنا بدأنا في تنفيذ ميكنة التذاكر الدخول لمواقع الأثرية والمتاحف من حوالي يمكن سنتين، وصلنا النهارده إلى 43 موقع أثري ومتحف تم ميكنة تذاكر الدخول ليهم، بإضافة 3 متاحف الأسبوع اللي فات. فالمواقع دي كلها موجودة النهارده على موقع إلكتروني اللي هو easymonuments.com. ده بيقدر السائح إن هو يشتري تذكرته من عليه ويدفعها بالكريدت كارد من قبل ما يجي بمدة، يعني ممكن يحجز تذكرته في اليوم اللي هو هيجي فيه بعد 6 شهور زي ما بعد بيحصل سنة. بره، أي الناس بالظبط، اللي بتسافر بره بتعمل كده ده للي عايز يستخدم هذا الموقع في حجز صح. تذكرته مبكرا قبل ما يجي ويخطط رحلته بشكل كامل. لما بيوصل السائح لو ما كانش معاه تذكرته، فممكن هو يشتري التذكرة بتاعته في الموقع نفسه أو في المتحف باستخدام الكريدت كارد. والحقيقة الموضوع ده لقى استحسان كبير في تقييم مصر كمقصد سياحي، لدرجة ان هو اتحط كثالث سبب من الاسباب الجاذبة لزيارة مصر،
انه من اتقالت العشر اصلا يعني اسباب ان انت تقريبا تقدر، او 12 ما سبب. تحتاجش ان انت يبقى معاك كاش، تقدر تشتري تذكرتك بالكريدت كارد في المواقع الاثريه والمتاحف. فاحنا مكملين في هذا الاطار الى ان ننتهي من ال إن شاء الله 120 موقع اثري ومتحف التانيين. احنا عملنا 43 زي ما قلت، مظبوط. وبنستكمل 120 موقع تانيين في المرحله القليله القادمه يعني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار، وشكرا جزيلا للأستاذ باسم حلقة نقيب السياحيين، شكرا جزيلا لحضرتك. خطة جادة وطموحة وضعتها الدولة المصرية لتطوير القطاع السياحي وتمهيد الطريق لنموه وتذليل كافة العقبات التي تواجهه لجذب 30 مليون سائح وتحقيق دخل دولاري يصل ل 30 مليار دولار. وتقوم الاستراتيجية على عدة محاور معتمدة على رؤية كبار المستثمرين السياحيين وخطواتهم الجادة بما يسهم في زيادة تدفق السائحين ومضاعفة أعداد الغرف الفندقية ودفع عجلة الاستثمار السياحي، بجانب استغلال المزايا الكبرى بالمناطق السياحية خاصة الجديدة منها وتحويلها إلى واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي، وهو الأمر الذي بدأ تنفيذه بمدينة العالمين الجديدة والترويج السياحي لها من خلال مهرجان العالمين الترفيهية، والذي ساهم حتى الآن في جذب أكثر من نصف مليون زائر. ويشهد موسم الصيف هذا العام تدفقا سياحيا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى زيادة أعداد رحلات الطيران المباشرة القادمة إلى مصر من مختلف الأسواق الأوروبية، ويرجع ذلك في ظل الأسعار التنافسية لرحلات الطيران بجانب تعدد الأنماط السياحية بمصر من سياحة شاطئية وترفيهية وأثرية ورياضية، الأمر الذي يؤدي إلى تنوع السائحين وتلبية رغبات كافة الأذواق، وهو الأمر الذي ساهم في جذب نحو 7 ملايين سائح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري. كما بدأت وزارة السياحة والآثار في استخدام الكروت البنكية لشراء التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف بكافة أنواعها واستبعاد السداد النقدية، وكانت البداية من محافظة أسوان والتي تحولت إلى السداد الغير نقدي بالكامل في كافة معابدها ومتاحفها، بالإضافة إلى تطبيق هذا النظام في عدد آخر من المواقع الأثرية والمتاحف بالقاهرة، وهي منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي بجانب قصر البارون ومتحف المركبات الملكية وقصر محمد علي بالمنيل، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين التجربة السياحية لزائري هذه المواقع والمتاحف وجعل عملية الدخول بها أكثر سهولة ويسر. من مصر عمرو موسى.